ان الوقفه اليوم هي وقفه انذاريه على طرف السيد الولي اللي كانت مع اتفاقيه نهار 18/8 على القرار ديالنا اللي هما صافحوا مدينه برشيد كتدخلنا شهر الفوريان ودير لنا العوده الفارغه ومشينا عند الامن ومشينا عند الدراك اي واحد سياره الاجره من الدار البيضاء تدخل مدينه برشيد تفرغ البلايص وتدخل الفوريان صح على يد الامن وعلى يد المسؤولين. واليوم حنا طلبنا بالقرار ديالنا يكون كيما العمالات وعدنا الوالي بهذا الشيء هذا الان عطانا قال لنا غتعطوني شهر عطينا شهر ملي مشينا ما جبرنا والو. هذه هي علاش اللجنه التنسيقيه جهه الدار البيضاء سطات خذت هذا القرار هذا الموقف هذا الشجاع ودرنا هذه الوقفه ولا خدنا القرار ديالنا والشيء هو اللي بغينا ما خدناش القرار ديالنا غناخذوا حركات اخرى ما يمكنش نقولوها للاعلام باش ما يشوفوناش اش غنعملوا باش نعرفوا الضربه كيفاش غادي تجي. هي الضربه هي اللي ما فصلتكش تبقى تقويك وحنا هنا السيد الوالي خذ ري ديال بعض الناس كيسموها بين اللجنه التنسيقيه ولكن اللجنه التنسيقيه كانت دارت على المدونه السير سابقا في 2010 ودارت السلطه ودارت المخزن هو اللي دارها كتصفق ليه. هاد المصفقين اللي هما كيقولوا حنا لجنه تنسيقيه ما عندهمش تاكسي واحد ما كيمطلوش تاكسي كاين اللي عنده نمره مخدم بها جوج نمرات وكنعرفوهم حسن المعرفه كلهم صماصيره كلهم 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 صماصيره. علاش كيبرقوا الولايه على الخراب ولا حنا طالبين حقنا طالبين بنا هو الشهر ديالنا يكون كيما المدن الاخرى ما طالبينش شي حاجه اللي واعره غادي يشغلونا ولا غادي يعطونا شي حاجه طالبين بنا هو كيما برشيد تطبق على السطات على برشيد على بن سليمان على خريبقه على سيدي بنور على الجديده تطبق علينا حنا. ما يمكنش واحد يجيب سيارات الاجره ب 500 درهم من ورزازات من قلميمه من الصحراء ويخدم في الدار البيضاء بحريه ولا يشدوا راجل الامن كيعطيه 15000 فرنك. حنا الى خرجنا وزدينا بلاصه مثلا في النواصر الهراويين هي حدانا واش عيب هاد 50 سنتيم ندخلوا في شهر الفوريان واحد كيضل يدور كيبغى في الدار البيضاء ولا تشد كيخلص 15000 فرانك. ملي قلنا للسيد الوالي قال لنا السيد المدير الاقتصاد قال لك ما يمكنش تكون الفوريان في الدار البيضاء. علاش؟ من عندنا مع صوابق كان مدير الاقتصاد سابقا في التسعينات وكانت عليه مسيرات الولايه ومشى كان الوالي خانتني شد الذاكره اللي كان هو اللي صيفطو حيدو عاود جا جدب هذا عام هو اللي كيقتل فينا لحد الان هو دابا الحالين انه هو مدير الاقتصاد هو سبب هذه المصيبه كامله. السيارات ديولنا دخلوا البرشيد ضربوا 30 يوم فوريان وكاين اللي دخلت على البارح لما دوزت الشهر ما تخرج. هذا هو علاش درنا هذا الموقف هذا وهذا هو علاش خدنا هذا الموقف هذا وان شاء الله إنما ما تعطانا الشهر غناخذوا مواقف اخرى وغنعلموكم.